عموما طبعا في كل سنة من يوم 18 مايو يحتفل العالم بتمكين النساء في القطاع البحري تحديدا، وإحنا طبعا في المملكة نحتفل بالمرأة كل يوم بعد تمكينها وأيضا تميزها في مختلف المجالات المختلفة. اليوم راح نتعرف على قصة لسيدتان في القطاع البحري السعودي. إذن خلينا في البداية نرحب بضيفتنا في الاستديو، نرحب بشهد العمريني أخصائي سياسات في النقل البحري. هلا وسهلا بك يا شهد. أهلا، حياك، نورتينا اليوم. حبيك. خلينا في البداية نفهم منك إيش هي المهام في القطاع البحري، مهامك الخاصة. أنا أشتغل في إدارة تسمى إدارة السياسات. هذه الإدارة مسؤولة عن أخذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون البحري، لأنه القانون البحري هو يعني حول العالم تقريبا مستمد من اتفاقيات دولية تابعة للمنظمة البحرية وهي الدولية. هي قوانين موحدة تقريبا، لأنها تخضع لاتفاقيات، وأنت بمجرد انضمامك لها كدولة تدخلها في تشريعك الداخلي. هنا إحنا يجي دورنا في إدارة السياسات نأخذ هذه الاتفاقيات ونحولها إلى أنظمة أو لوائح في التشريع الداخلي للمملكة العربية السعودية. في البداية إيش سبب دخولك لهذا المجال؟ والله الصدق حسيت أنه أنا محتاجة أتخصص بشيء، يعني كقانون أنا ما حبيت أنه قانون بتاع كله. أيوة. حبيت أنه يكون في شيء دقيق معين أدخل فيه، ومن الفرص اللي جتني كان القطاع البحري وكان قطاع النقل بشكل عام. لكن صراحة وقعت بحب القطاع البحري، يعني يكفيك في العقود يرمز للسفن بضمير هي شي فكان يعني ملفت بالنسبة لي. ملفت ويعني الحمد لله، يعني مرة مبسوطة في القرار وسعيدة أنه دخلت القطاع. الحمد لله، ما شاء الله عليك. جميل. يعني إحنا اليوم نعرف قد إيش مهم استثمار السيدات السعوديات في جميع القطاعات، واللي هي جزء طبعا من رؤية 2030 تمكين السيدات. أنت في رأيك قد إيش مهم أهمية دور المرأة في القطاع البحري، وأيضا كيف استطاعت الهيئة العامة للنقل تمكنها في الدخول في القطاع البحري؟ المرأة مهم دورها في القطاع البحري كدورها في أي قطاع آخر. إحنا لازم نمكن السيدات من العمل في أي مجال هم يرغبون العمل فيه ما دام القدرة موجودة. فيعني هو مهم بحد أهميته في أي قطاع ثاني، إنه يعني وجودنا فيه كنساء. بالنسبة لنقطتك الثانية، والله يعني الهيئة العامة للنقل ما قصرت بأنها توفر الفرص والدعم للسيدات بأنهم يدخلون المجال. كذلك في مبادرات دولية قامت بها المملكة، منها هذا اليوم اللي نحتفل فيه كانت من الخطوات اللي أخذتها المملكة مع الدول الشقيقة لجعل اليوم هو اليوم البحري الدولي للمرأة. وطبعا يعني يكفيكم انه انا موجوده معكم أكيد واحد طبعاً. منسوباتهم يعني كثير بصراحه انا من امس ما اقرا هذا الخبر وبشوف المجالات المختلفه للبنات في قطاعات مختلفه، في اشياء كنا نعتقد انه هي حصرا للرجال اكثر، لانه يعني تتكلم عن القطاع البحري معروف انه هو مليء بالصعب والتحديات. ايش اكثر شيء كان يعني ممكن انه هو يعرقل شهد؟ بس انت ما شاء الله نظام يعني تخصصك قانوني، فانت تعرفي كل الثغرات وكل المداخل والمخارج. نقول ان شاء الله. تحديات يعني في القطاع البحري بشكل خاص، ممكن انه ما كان في قدوه في المجال. يعني حتى لما نتكلم عن حتى الرجال في القطاع يعني نادرين جدا، خاصه في السعوديين يعني، فما كان في قدوه شخص تطلعين له، شخص يوضح لك ايش المسار المهني ممكن اللي تقدرين تتخذينها، ايش الخطوات الصح اللي تقدرين تاخذينها. طيب كمان اسمحي لي شهد، خلينا ناخذ ضيفتنا عبر سكايب. نرحب بالاستاذه هند الهلال، مسؤول اول في شؤون بحاره في قطاع النقل البحري. اهلا وسهلا بك استاذه هند. خلينا بدايه نتكلم عن التدريب اللي ممكن انكم تحظوا فيه من ناحيه البحاره، وايش هي اساسيات النقل. خلينا اسالك كمان عن المده، لو تقولي لي كم يوم يستمر التدريب؟ اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. بالنسبه للتدريب اللي احنا نحظى فيه بالهيئه للنقل كمنسوبات للهيئه، فهو تدريب يمكن قدرتنا
للعمل بشكل أفضل. أما بالتدريب الخاص بالبحارة فهو مستند لاتفاقيات دولية عفواً. المدة تختلف على حسب رتبة البحار. فحنا دورنا في الهيئة العامة للنقل أن حنا نتأكد من اكتمال الدورات وأوقات الدورات ومتطلبات الدورات للرتب التالية. أستاذة هند، خلينا نتكلم أكثر عن دور الهيئة العامة للنقل، عن دعمها وتمكينها للسيدات من ورش التدريبات اللي تسويها ومن الفعاليات وغيرها. طبعا الهيئة العامة للنقل من معالي وزير النقل إلى رئيس الهيئة دكتور الماحر ميح، فهم ممكنين وداعمين للمرأة في شتى المجالات وخصيصا في مجال النقل البحري. وهذا أنا لمسته شخصيا من اليوم الأول انضمامي للهيئة العامة للنقل، فكانت وكالة هيئة النقل البحري داعمة لي بخصوص الدورات التدريبية اللي ترفع من مهاراتي في التعامل مع الشركات البحرية أو البحارة أيضا. أستاذة هند الهلال، شكرا لك ولمداخلتك معنا. نرجع لك شاهد، نبي نسمع منك كلمة أخيرة بمناسبة هذا اليوم تقدمينها عبر برنامج سيدتي. قبل أختم كلمتي الأخيرة، شكرا على استضافتي، تشرفت معرفتكم. نهاية أنا الصراحة حابة أشجع الطالبات الشباب اللي عندنا أنه يدخلون المجال البحري. هو مجال واسع وكبير، وحتى في أنه هو ممكن الواحد يفكر أنه دقيق، حتى فيه في فروع، فممكن الواحد يتخصص فيه ويدخل فيه. كما يعني ودي أنه يكون في استثمارات أكثر وتوفير حوافز أكثر للشباب حتى يدخلون هذا القطاع، حتى نتمكن من أننا كدولة يكون عندنا قطاع بحري بقيادات شابة. شكرا لك شاهد لتواجدك معنا اليوم.